عمار، انت كنت عايش بسوريا وصرت عايش بلبنان؟ نعم. كنت عايش ببيت وصرت بخيمة؟ نعم. كنت بمدرسة بحمص وهلا صرت بمدرسة بزحلة؟ نعم. كنت بين عائلتك واهلك وهون صرت وحدك، كل شي تغير عليك؟ نعم. بس علاماتك بعدها عالية ما تغيرت؟ نعم. كيف قدرت بالرغم من كل شي ضلك الأول بصفك؟ كانوا يشجعوني كثير، كانت حبابتي ستي كانت تشجعني وتبعث مقاطع، كان أبي يشجعني بيفرحوا يوم أخذ علامات أو يوم أنجح. أول فترة بس جيت على لبنان قدرت تفوت على مدرسة دغري؟ لا، يعني ضليت تقريبا شي نص سنة بدون مدرسة، كان وضع مأساوي إنه ما في مدرسة لتعلمني. من شو خفت؟ خفت إنه ما أتعلم. ليش؟ شو بصير بالشخص اللي ما بيتعلم؟ بصير أمي، بس أكبر كمان بدي أشتغل. ليه التعليم هالقد مهم بالنسبة لألك؟ التعليم مهم لأنه بس أتعلم بقدر أأمن مستقبلي. شو بدك تصير بس تكبر؟ بصير دكتور أطفال، لأنه على التلفزيون عم بشوف أطفال عم تتأذى فأنا يعني بحزن عليهم. تعرف إنه اليوم في كتير أولاد سوريين تهجروا من سوريا؟ نعم. ما قدروا يفوتوا على مدارس وما قدروا يتعلموا؟ نعم. شو بتقلهم؟ إنه يتعلم شيء مصلحة تفيده ومستقبله، مثل نجار، حداد، ميكانيكي، لأنه إذا بقى هيك يعني ما بيقدر يأمن مستقبله. إذا ما قدر يتعلم بدور على شيء مهني. بتزعل عليهم إنه ما بيقدروا يتعلموا؟ أكيد، بيصيروا مثلا بسموه أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. عمار؟ نعم. بعد مرة بدي اياك تكبس بلاي لنشوف شو بدنا نحضر هلا كمان. عمار يا بابا، انا فخور جدا بنجاحك وتفوقك رغم الظروف اللي مرينا فيها وما زلنا مارين فيها، انت ما زلت ناجح الحمد لله، وان شاء الله راح اقدم لك كل اللي تحتاجه لحتى تكون ناجح وتامن مستقبلك. الله يوفقك. شو بك؟ ما في شيء. مين هيدا؟ هذا أبي. ليه عم تضحك والدمعة بعيونك؟ ما بعرف، يعني عم بعبر عن حالي هيك. يعني أنت هلا مبسوط ولا حزين؟ ما فهمت أنا. أنا هلا مبسوط، عم ببكي إنه من الفرحة. ليه انبسطت؟ إنه هذا أبي عم يتمنى لي النجاح، عم